هل تعلم أن استمرارية الأعمال أصبحت إلزامية بسرعة في العديد من المناطق الجغرافية والصناعات؟ إذا لم تقم بتطبيق إدارة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في مؤسستك، فيجب عليك القيام بذلك الآن، وذلك من أجل المساهمة في الحفاظ على حياة الإنسان وسلامته، ومن أجل الحفاظ على سمعة مؤسستك، ومن أجل المصداقية وزيادة حصة المؤسسة في السوق، وبالإضافة إلى ذلك على التزامك تجاه مجتمعك. تتيح الأتمتة في استمرارية الأعمال للجهات الحكومية والشركات تقديم أداء عالمي المستوى، فهو يضمن تشغيل العمليات بكفاءة وسرعة، كما أن النظام يعمل على مدار الساعة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار العام، ويقلل من التدخل البشري ويضمن التعافي بشكل أسرع في حالات الأزمات. قم بتنفيذ الركائز الثلاث لحلول الأتمتة لدينا. 1. أتمتة استمرارية الأعمال من أجل تفعيل استمرارية الأعمال بشكل سريع. 2. إشعار الأزمات والطوارئ لتنبيه أصحاب المصلحة الرئيسيين في غضون ثوان معدودة. 3. أتمتة دوكتر لتقليل وقت توقف تكنولوجيا المعلومات من خلال التعافي السريع من الكوارث. في عالم اليوم المتصل ببعض، يعد ضمان استمرارية الأعمال أمراً بالغ الأهمية. لذلك فإن أتمتة إدارة استمرارية الأعمال BCM ليست المستقبل فحسب، بل إنها الحاضر. ومع قدرات متعددة اللغات، بما في ذلك اللغة العربية، فإننا نقدم خدماتنا لمختلف المؤسسات في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في الشرق الأوسط. كما نقدم خدمة تخزين البيانات داخل بلدك، وفقاً للمتطلبات التنظيمية في بلادك. على الرغم من أن أفضل تجربة لأتمتة BCM هي حل سس، الذي يوفر فعالية من حيث التكلفة وتحديثات سلسة، فإننا نقدم أيضاً خيارات الأنظمة داخل الشركة عند الحاجة. وبفضل دعمنا متعدد اللغات، بما في ذلك اللغة العربية، فإننا نفهم ونلبي احتياجات عملائنا في الشرق الأوسط حقاً. تضمن أتمتة BCM لدينا كفاءة لا مثيل لها، فهو يمكن كل فرد من القيام بدوره، مما يقلل من مخاطر الأخطاء اليدوية. كذلك يساعد على تلبية الجداول الزمنية المتوقعة للتعافي من قبل الإدارة، عن طريق تقليل وقت اتخاذ القرار وتوجيه الموظفين. من خلال نظام إشعارات الأزمات والطوارئ الخاص بنا، يمكنك تنبيه مئات الآلاف من الأفراد على الفور عبر منصة مثل الرسائل القصيرة والواتساب، والمكالمات الهاتفية الآلية، ورسائل النظام والبريد الإلكتروني. كما لا يضمن اتصالنا ثنائي الاتجاه إرسال الرسائل فحسب، بل يضمن أيضاً تلقي تعليقات فورية. وبالنسبة لجمهورنا المتنوع، فإننا نقدم بكل فخر دعم اللغة العربية، مما يضمن التواصل الواضح والفعال لأصحاب المصلحة الرئيسيين وغيرهم. يحمي نظامنا سمعة مؤسستك ويساعدك في حالات الطوارئ، المراقبة في الوقت الفعلي، وإعداد التقارير، والاتصال ثنائي الاتجاه، مما يبقيك على اطلاع عندما يكون الأمر أكثر أهمية. تحصل على إشعارات الطوارئ باللغتين، العربية والإنجليزية، حتى لا يضيع أي شيء أثناء الترجمة. غالباً ما تكون عمليات سير العمل النموذجية للتعافي من الكوارث معقدة ويدوية، ويستغرق تنفيذها ساعات، وتسمح أيضاً بحدوث خطأ بشري. كل دقيقة لها أهميتها، وكلما استغرق التعافي وقتاً أطول، زادت خسارة الأعمال والسمعة. تعمل أتمتة DR لدينا على تبسيط مسارات العمل المعقدة، مما يقلل بشكل كبير من أهداف وقت الاسترداد RTOS. استعد أعمالك بسرعة، مما يقلل من الخسائر ويعزز الكفاءة.
كيف تعرف أننا بخير؟ أطلب منا حالات الاستخدام التفصيلية وشهادات العملاء الحقيقية والتي سنرسلها إليك بكل سرور. كن راضيا عن الطريقة التي ساعدت بها حلولنا الآخرين وساعدتهم في حماية عمليات مؤسساتهم. هل أنت مستعد لمستوى جديد من استمرارية الأعمال؟ اتصل بنا اليوم لتضمن على مستقبل عملك. معا لنجعل عملك مقاوما للفشل وأكثر مرونة.